جاني سؤال في الفيسبوك وحبيت أجاوب على السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي إسهال من سنة وعملت منظار القولون ومنظار العلوي وأشعة صبغة وتحاليل مزرعة براز وتحاليل الغدة وحساسية القمح وكلها سليمة والحمد لله. عملت صورة دم والبي 12 والفوليك أسيد والسكر التراكمي وجرثومة المعدة وكلها سليمة. الإسهال لا يزال مستمر وأحيانا معه مخاط خفيف. بعد كل هذا قال الدكتور إذا هذا قولون عصبي مصاحب للإسهال، خذ إيموديم عند اللزوم. أرجو رأيك دكتورة لو سمحتي. حابة في البداية أشكر جميع أعضاء مجموعة محاربي القولون التقرحي وكرونز ديزيز، وأتمنى أي شخص عنده قولون تقرحي وكرونز ديزيز ينضم للمجموعة، لأن راح نسوي إن شاء الله أنشطة عديدة في المجموعة هذه. طيب خلينا نجاوب على السؤال. أول شيء، ما هو الإسهال المزمن؟ الإسهال المزمن إذا كان الشخص عنده 3 إلى 4 مرات أو أكثر من الإسهال المائي أو الرخو لمدة 4 أسابيع. حنتكلم عن أسباب الإسهال المزمن. في بعض الأكلات تسبب إسهال زي القهوة، الكحول، الحليب، بعض أنواع السكريات، أو التحسس من بعض أنواع الأطعمة. ثاني سبب، الأدوية. الأدوية 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 من أهم أسباب الإسهال المزمن، مثل المضادات الحيوية، أدوية الحموضة وأدوية المعدة زي النكسيوم والبنتوبرازول، مسكنات الألم زي الفولترين والإيبوبروفين، أدوية السكر زي الجلوكوفاج أو الميتفورمين، العلاج الكيماوي، أدوية الاكتئاب زي البروزاك، وبعض أدوية القلب. مرض كرونز يؤدي إلى إسهال مزمن، وقد يكون الكرونز فقط موجود في الأمعاء الدقيقة، عشان كذا منظار المعدة ومنظار القولون ممكن يكونوا سليمين، ولكن المشكلة تكون في الأمعاء الدقيقة. فتحليل ستول كالبروتكتين جدا مهم. من أسباب الإسهال المزمن يكون في سوء امتصاص للمادة الصفراوية، نسميها بايل أسيد مال أبزوربشن. وإذا كان التشخيص هذا فالمريض راح يحتاج إلى علاجات غير الإيموديم. فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة برضو تكون سبب من أسباب الإسهال المزمن، لازم نفحصها عن طريق الهيدروجين بريث تيست. هحاول أختصر أسباب الإسهال وأركز على استفسار الشخص. بالنسبة للمعطيات اللي أعطاني هي، أنا طبعا لازم أسأله، هل الطبيب لما عمل لك منظار أخذ عينات من القولون؟ ليش سألت السؤال هذا؟ لأنه في مرض نسميه مايكروسكوبيك كولايتس، بمعنى هو التهابات موجودة في القولون نراها فقط تحت المجهر. لما نسوي المنظار يكون المنظار سليم 100%، ولكن تحت الميكروسكوب تكون في التهابات، والمريض هذا إذا كانت عنده التهابات تحت الميكروسكوب نسميها مايكروسكوبيك كولايتس، والمريض يحتاج علاجات. أما إذا كانت كل التحاليل سليمة 100% فيكون التشخيص قولون عصبي. العلاج رح يكون صح إيموديم. هل في علاجات غير الإيموديم لعلاج الإسهال؟ نعم، عشان كذا لازم تزور الطبيب عشان يكتب لك الوصفة لعلاج الإسهال المزمن. وبس وسلامتكم. إذا عجبكم الفيديو بليز لايك وشير، ونشوفكم على خير.